يا مرحبا بك يا المسافر ميات أسلم ومتابعينك من ميات الألوف إعجاب بالمليون ومشاهدات صور ووثق عن مناطق ثقيف ونعم مع عطية راعي الموجبات يستاهل عبد الله تبحث عن أيام الحياة القديمة والواقع تصوره وتوثقه. مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذه التغطية جنوب منطقة الطائف. والطيب لا تستغربه من أهل الطيب، تشرفت قناة المسافر للتغطيات باللقاء مع الشيخ عطية جندب الثقفي، حياك الله ابو عبد الله. الله يسلمك، مرحبا، شرفتنا يا اخ بهذه الزيارة الجميلة. تلقيت عناء السفر والمشقة من اجل الوصول الينا، الله يحييك، زارتنا البركة في هذا الليل، الله يحييك، الله أنت وقناتك قناة المسافر، الله يحييك فيك، واللي مثلكم ينعنى له الحقيقة. تعرفنا نبذة مختصرة عن المنطقة اللي أنتم فيها، سواء كان ترعة الثقيف أو القرية هذه. الله يحييك طال عمرك. والله نحن طبعا المسميات أحيانا لا تعلن، نحن قريتنا اسمها قرية ليكة. تمام، ليكة طبعا تابعة لمركز ثقيف ترعة، وترعى الثقيف تابعة لمحافظة ميسان، تجمع محافظة ميسان عدة مراكز تابعة لمنطقة الطائف. طبعا المحافظة تابع محافظة الطائف ولكنها تراجع منطقة مكة المكرمة. تعرف عليك حسين عبد الله الثقفي. ونعم بيك. والحبيب الغالي هذا مشهور طبعا، محمد عبد الله ضيف الله الأحمدي الزهراني. ونعم، لكن الشهرة اللقب والشهرة الشاعر بن جحلور. ابن جحلوط. ابن جحلوط، جحلوط الشاعر والراوي ان شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الحين الان ما له راوي، خلاص الشعر كبيته، خلاص القلب ما هو بخضر، ما عاد يجيب قصايد، ما عاد له روايه. الله يطول بعمرك. هذا شيخنا، معك اخوكم ماجد ابراهيم سويد الاحمدي الزهراني. ونعم، من محافظه الحجره، وسعدنا بزياره الشيخ عطيه ابو عبد الله بن جندب، والحقيقة ما هي غريبة عليها مثله من المطاليق، يشرفنا الوصول والزيارة إليه، وأنت الله يحييك في ديار أبو عبد الله. الله يبيك، وشكرا لك يا بعد راسي حبيبي الغالي، ترى رافقني ذا بالعقبة. الله يسلمك. الله يحييك يوسف بن جار الله بن قحوان الثقفي. ونعم، ما عليك زور. ونعم، شاعر من أشهر شعراء الطيف عبد الله بن عطية الثقفي. ونعم، معليك. نرجع للشاعر المشاهدين الكرام، ترى أي مجلس ما يخلى من الشعراء. هو في بيت ترحيبي بحضرتك. تسلم. يقول يا مرحبا يا المسافر في ثقيف، ترحيبة من عطية يقول. ونعم. يا مرحبا يا المسافر في ثقيف، ترحيبة من عطية يقول. الله يبيض وجهك. الله يحييك. ومعنا مشاهدي الكرام الشاعر محمد بن عبد الله بن جحلوط الزهراني، نبي نسمع بعض القصائد وبعض كذلك القصص اللي يرويها لنا، تفضل طال عمرك. الله يطول عمركم جميعا. هذا قصيدة يعني معنوية كذا، يقول أسلم بدع ورد، أقول يا دخنا رعيها ما ظل لحاله مرهجن، الله بغيت شيء منه لكن ما تعتني به، رعيه لا قدمه للضيف بين صحونه، وصبرة الدخن لا جوك الخطر بيتهلها، وصيف الأشعاف قالوا زايد لون حبه، خصوصا لكن ما جاله ولا هادميه، لا 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 الخصوص لكن ما جاله ولا هادميه. صح سالم في البدايه الرد، ايوه علي عني تتعب لينا خذ له مرهجن، ما تفهم العلم ولا زوجها تعتني به، يلي بغى له نصيحه ما الذي ينصحونه،
إن كان مليت منها ودها بيتها لها الله أكبر. والله ما نكتب لها للذي بينا حبه لهرجة ترضي الخاطر ولا هادمية لا لا لهرجة ترضي الخاطر ولا هادمية. أسلم يا أبو أحمد. لا 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 المملكة في خير وأمنان وأمان والله عز ملوكنا على السعود يا مرحبا بك يا المسافر ميات أسلم ومتابعينك من مئات الألوف إعجاب بالمليون ومشاهدات صور ووثق عن مناطق ثقيف ونعم مع عطية راعي الموجبات يستاهل عبد الله تبحث عن أيام الحياة القديمة والواقع تصوره وتوثقه لا 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 والواقع تصوره وتوثقه. اسلم يا شيخ. الله يحييك. هذه كلها من انتاج البيت السمن والعسل من المناحل من مناحلنا والكل كل اكلنا ترى ما نجيب من السوق الا في النادر حتى الطبخ بغينا نطبخ سليق ولا مندي ولا مشوي كلها في البيت الحمد لله. الله يكثر خير. الله يحييكم. ابو عبد الله. نعم. هذا يسمى طبعا من عادات كرم العرب في الماضي والحاضر انه يسمى هالوقت اللي هو ما بين بعد العصر وقبل المغرب يسمى لطف. نعم لطف عندنا بهذا الاسم وما زال لحد الان. للان احنا اللطف هذا بعد حتى لو قرب المغرب اللي هو عباره عن خبز البر والسمن والعسل. نعم هذا اللطف طبعا بحكم كل قريه وكل منطقه يعني ممكن واحد يذبح له تيس صغير وشوي ممكن واحد يجيب عصيده او واحد يجيب طبيخ دخون او طبيخ حبش او طبيخ شعير يعني بحسب الموجود. احنا طبعا اختصرنا بس ما يكون في اسراف لانه ورانا يعني عشاء خفيف ما في التكلف ترى كل شيء من البيت. يخلف عليكم بالبركه. ناخذ جوله مشاهدي الكرام مع ابو عبد الله. وين الوجهه ابو عبد الله؟ والله نحن عندنا فنادق نسميها معاملين كهوف ايوه كهوف بس مسوي لها اسماء استعاره فنادق. الله يوفق. يعني هذه عاملينها للضيوف تمام ترغيب في المنطقه للناس يجون فيها وبالذات في فصل الشتاء نشب فيها النار ونجلس فيها ونجمع فيها كبار السن تمام ومن حتى شيوخ قبائل والله اللي جانا فيها اصحاب معالي ايش هذا تمام ناخذ عليها جوله ان شاء الله ناخذ عليها جوله كله وقولوا امين مشاهدي الكرام الله يرزقنا واياكم بر والدينا. ابو عبد الله الاستاذ عطيه الله يبيض وجهه ويجيه من يسمع والدتهم عمرها حول المئة وسووا هالدرج شوفوا صفوا وسلمكم الله هذا الممر وحطوا وسلمكم الله هالمعصورة هنا عشان تستند عليها يعني. الله أكبر تنزل هنا يا أبو عبد الله تنزل الفندق حق المصغر أو الغار أو الفندق شوفوا يا جماعة الخير أبد يعني هيئوا لها سبل الراحة اللي توصلها أمين توصلها لهذا المكان. نعم هذا المكان هذا. الله دقيقة وش ذا احكي لنا عنه تكفى. هذا طبعا مكان الزواج تزوجت مع عبد الله عام 1403 وشهر العسل قضينا بس ما كان زي كذا في الكان هذا تبارك الرحمن هذا المكان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما هذا كان صغير هنا طبعا هذه ضعفنا هذا الترميم هذا والتجهيز فيما بعد لكن كان المكان لكن كان المساحه هذه هذه المساحه هذا محل الفندق يعني شهر العسل هنا شهر العسل هنا وجلستنا هنا نجمع مع الرجال شرواكم شرواك الطيب الشتاء ليلي يعني اسبوعيا تبارك الرحمن. انا اقول هذا والله يا جماعه الخير شوف اختراعات يسويها اللمبات ايوه شوف الافياش وشوف شوف هذا يخرج شوف الجدار
تبارك الرحمن تبارك الرحمن. شوفوا يا جماعة الخير، شوفوا يا جماعة الخير، يعني أشياء بسيطة مثلا من إنارة، مثلا من تعديلات في الشكل في هذه الصخرة صارت. هذه كانت نازلة وقصوها حفرناها ونزل بس حصيناها. شوف تبارك الله، نصلي اسكال في روسنا هناك ابو عبد الله يقول كنا نصلي، لانك اطول واحد ما شاء الله عليك. قريب قريب، لا لا قريب من يوم سواها هني. يقول كنا نصلي هنا، يقول كانت هذه تسقع في الراس لكن اضطروا ان يقصوها. حياك الله يا ابو حاتم. تسلم يا عيني. صاحب قناه المسافر الله يحييك، قدمت علينا في هذا اليوم المبارك زياره غاليه ومن رجل غالي. طبعا عندنا المنطقة هذه نحن نجلس فيها كسياحة داخلية لنا نحن، وهذا شجار السدر في فصل الشتاء من أفضل الجلسات في المكان هذا. هذه شجار السدر تعتبر معمرة يا نعم معمرة، هذه مئات السنين بالذات، هذه يعني ما يذكرون أجداد أجدادنا ما يذكرونها، يمكن أكثر 200 سنة 300 سنة وكثير جدا. يبدو لي أول كان جلساتكم مثلا تحتها أو نعم يعني قبل الكهرب. إيه بالذات كان نضيف تحتها ونسوي القلاة تحتها هنا. أنا تزوجت هنا. الله. يعني جم يوم تزوجت بالحرمة الأولى تحت الشجرة هذه. تحت الذكريات هنا. نعم في المكان هذا. الله يوفقك. كل القبيلة جوا في المكان هذا. تبارك الله. طبعاً إحنا حولوا الفندق. الآن عندنا الفندق الثاني اللي هنا. يعني. غير اللي قدام شوي. أيوة. أوه ما شاء الله. هذا وش تبارك الله. يا لا 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 يا لا 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 طبعا بدع ورد في الغار. اه تمام. عن حساباتكم يا الغار معلم، في صدور الحساب وفي القبائل، صاحب ما يفيد الغار قيمة، والوفاء ما حد يرغى يجاله. الله اكبر. يا لا 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 لا، والوفاء ما حد يرغى يجاله. الرد اسلم يقول صار في اليك هذا الغار معلم. الله اكبر. معلما واضحا عند القبائل، حتى عند النبي للغار قيمة، بعد جبريل وسط الغار جاله. يا لا 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 لا، بعد جبريل وسط الغار جاله. يا لا 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 يا لا 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 لا، يا محسن لا تشتري خس البقر شينا، أدرى عليك الملامة ودرهماتي، وكم لي يشكي من الأمراض بيعله، أحبك وأذرك عدو ومزحك أدهاني. يا لا 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 يا لا 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 لا، أحبك وأذرك عدو ومزحك أدهاني. قال يا جلسة ما بيعفن جاله بقر شينا، إلا بعد الجناها ودرهماتي، مجار ما يرخص التجار بيعله، لو كانت أصبح كضايم مزحك أدهاني. يا لا 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 لا، لو كانت أصبح كضايم مزحك أدهاني. بسم الله. تبارك الرحمن. شوفوا يا جماعه الخير، الحاجه ام الاختراع عند الاولين. طبعا هذه الحياه الاباء والاجداد هنا. هذا قديم طبعا. قديم طبعا. الله. كانوا يدخلون مواشيهم هنا. نعم دخل مواشي هنا. بسم الله. من الباب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا ضيقنا شويه هنا. بالشبك. بالشبك. اي ولا كان مساحته اكثر هنا. مساحه هنا شفتها من هنا ورا بالشبك. الغنم الوالده قليله يمكن ما تجي 10. ولا يا هذا شوف من هناك. ومن فوق شايف فوق هنا ومن وراء يعني متسع اتساع كبير جدا. هذا يحفظ الحلال من البرد ومن المطر ومن اي شيء. تبارك الرحمن. شوف يا جماعة الخير. يبقى جد طبعا جدي الوالد والد امي كان المكان هذا حاطه خشب هنا وينام هنا مع الغنم. هاري حرسها. في الكهف هذا. الكهف هذا الصغير. هلا والله وسهلا بالمشاهدين الكرام. صباح اليوم الثاني رحلتنا جنوب مدينة الطائف، تحديدا في هذه القرية
قرية الليكة التابع لبلاد ثقيف. من العادات والتقاليد عند كرم العرب اللي ما زالت تعمل لحد الآن أنه إذا جاء ضيف قادم عند شخص ما يقومون باستضافته يا إما على فطور يا إما على غدا في اليوم الثاني. اليوم حنا بضيافة عم معزبنا الله يكثر خيره، وافقنا له على الفطور، الآن نفطر عنده إن شاء الله سبحانه وتعالى ونكملكم باقي الفلوق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الرحمن والطيب لا تستغرب من هذا الطيب. أبو حسن كثر الله خيره عازمنا على الفطور الشعبي مثل ما تشاهدون، كلها من خيرات بلادنا ولله الحمد. حتى البيض هذا جديد عندنا طبيعي، البيض فريش طازج. تبارك الرحمن، بيض والسمن ما شاء الله واللوز ولله الحمد، الخبز البر ولله الحمد، كلها منتوجات بلادنا الحبيبة. وهنا مشاهدي الكرام موقع تجمع فيه مناحل أهل القرية كلهم في موقع واحد، مثلا نقول فوق هالكهف الآن ونبي نطلع إن شاء الله نصور لكم المناحل من الأعلى. بسم الله. أبو حسن تسلم، كم يعني تقريبا الموقع، الموقع النحل هذا كم له سنة تقريبا؟ ما الهم الموقع هذا، ما الهم اللي سووه ولا الهم اي على الهم ان عشنا والنحل في هذا، يعني ممكن له 200 عام من قدامنا، ممكن له 200 عام من قدام. الله اعلم. يا سلام يا سلام. او اشكال ولاده عشنا نحل واحد ورا واحد. تمام. والمقرى هذا منقطع من انا يمكن عمري في التسعين، انا منقطع النحل منه. يعني ما شاء الله تبارك الله الآن عمرك 90 تقريبا عام، الله يطول عمرك على طاعته، وانت تذكر المنحل هذا نفسه. نعم. يا سلام. من أهل القرية مخصور. تمام. وهذا مشاهدي الكرام نهاية الفلوق الأول لتغطيتنا جنوب مدينة الطائف. طبعا حنا في ضيافة عطية بن جندب الثقفي، القرية اللي هم يسكنون فيها ما شاء الله وسط هالجبال غنية بال المواقع الأثرية بالفلوقات، فما يكفينا يوم ولا يومين، هذا يعتبر الفلوق الأول في هذه المنطقة، وانتظروا إن شاء الله سبحانه وتعالى الفلوقات القادمة. أرجو أن يكون هذا الفيديو نال على إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو إذا أعجبكم، ودعمكم يهمنا ودمتم بخير.